طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع السيد محمود جبارة مدير الكرة بفريق الهلال السوداني. يا أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بك أستاذ أمير. أهلا بيك، منورين مصر. بوجود مصر منورة إن شاء الله. عايزين نتكلم طبعا على استعدادات فريق الهلال السوداني لهذه المباراة، وكيف كان استقبال النادي الأهلي للفريق السوداني قبل يومين من انطلاق المباراة؟ أنا برحب بكل يعني مشجعي النادي الأهلي وكل محبي كرة القدم المصرية، ونؤكد على يعني ديمومة العلاقة الطيبة بين الشعبين الشقيقين، شعب السودان والشعب المصري، ونحن بدورنا نتمنى لمصر كل تقدم وكل تطور وكل ازدهار. هذه العلاقة الأزلية أكيد هي انعكست إيجابا على وصولنا إلى القاهرة. وجدنا استقبال طيب في مطار القاهرة، وكان هناك موفد من قبل إدارة النادي الأهلي هو متواجد معنا 24 ساعة. كويس. سهل لنا كل المهمات. ده شيء نعم. طيب بالنسبة للاستعدادات بقى للمباراة بالنسبة لفريق الهلال السوداني. أكيد نحن في تدريبات يومية صباحية ومسائية. وايضا يعني مستعدين في كامل الجاهزيه بتاعتنا، كامل الفرقه بتاعتنا جاهزه، مسجلين في الكشف الافريقي. ادينا مباراه قبال حضورنا لمصر في ذات اليوم بتاع السفر، انتصرنا فيها على فريق حي الوادي وهو من الفرق المقدمه في الدوري السوداني، وعلى جاهزيه تامه ان شاء الله. طيب عايز اتكلم على شكل المنافسه بالتحديد في المجموعه يا استاذ محمود، وخصوصا بعد الجوله الاولى ونتائجها، شايفينها ازاي؟ يعني نحن الحمد لله في صدارة المجموعة من يعني الجولة الأولى. وأكيد الصراع حيكون محتدم في هذه المجموعة، بتضم أندية كبيرة، الأهلي القاهري فريق كبير، النجم الساحلي فريق كبير، وكذلك الهلال السوداني. بلاتينيوم هو ليس بالفريق السهل، فريق أيضا عنده عناصر شابة، يتمتع بلياقة بدنية عالية، بيقدم في مستوى رفيع. فأنا أفتكر شكل المنافسة يعني حيكون قوي. بطاقتية التأهل لن تبوح بأسرارها إلا في الجولات الأخيرة، ده حسب تقديري الشخصي إن شاء الله. هل في أي غيابات في صفوف فريق الهلال السوداني؟ لا، نحن تقريبا بصفوف مكتملة، كل اللاعبين الموجودين في الكشف الإفريقي متوفرين في صحة تامة وجاهزين بدنيا ونفسيا وفنيا إن شاء الله. طيب هل تابعتوا مباراة الأمس بالنسبة للنادي الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر، ومين كمان من وجهة نظركم أخطر لاعبي النادي الأهلي من خلال متابعتكم على مدار أكثر من مباراة أكيد يعني؟ يعني اكيد تابعنا المباراه، هي كان في كاس مصر، والاهلي يعني ما اشرك كل اللاعبين الاساسيين، جزء من اللاعبين البدلاء بقياده وليد سليمان. وده شيء طبيعي لانه دائما في مباريات الكاس، ولما تكون عندك مباراه على المستوى القاري ما بتشرك كل العناصر الاساسيه. نحن متابعين النادي الاهلي باعتبار انه يعني المشاهده بتاعته متاحه بالنسبه لنا. وشاهدنا مباراه امام النجم الساحلي، وقفنا على شكل التكتيك اللي بيلعب بيه وشكل التنظيم اللي بيأدي بيه. ويعني دائما الفرق الكبيره هي بتحافظ على الصايله بتاع الليل، ما بيكون في تغيير في شكل التنظيم بشكل كبير، وبيبقى الحلول الفرديه في اوقات كثيره هي العوامل اللي بتؤدي الى الانتصارات. فيعني احنا بنؤكد انه يعني على معرفه تامه بالنادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي، كما هم ايضا على معرفه كبيره وتامه بفرقه النادي الهلال وعناصره وشكل التنظيم بتاعه وشكل اداؤه. توقعاتك للنتيجه ايه؟ صعب التكهن بنتائج ال ان شاء الله الاهلي يكسب، ان شاء الله الاهلي يكسب. اللي ان شاء الله الهلال يكسب. انتوا في كل الاحوال في كل الاحوال انتوا في كل الاحوال تبقى العلاقه اكيد طبعا. انتوا منورين مصر في الحقيقه، منورين ومرحب بيكم دائما في مصر، انتوا اشقائنا، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق فيما عدا مباراه النادي الاهلي باذن الله تعالى. يا استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمود جبارة مدير الكره بفريق الهلال السوداني.